وحول هذا الموضوع أكد سعادة السيد فاضل السواد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس أن العمل دائما ما يكون متواصلا بين مجلس النواب والحكومة الموقرة في مسألة التشريعات. طبعا نؤكد أيضا في هذا المقام أن مضامين الكلمة السامية الجامعة والشاملة تشكل منهجية العمل الوطني للحاضر والمستقبل، وهي ما تستوجب مضاعفة الجهود والتنسيق بين الجميع، وتعد مسؤولية وطنية رفيعة يستلزم تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع حماية للمصلحة العليا للوطن ومصالح المواطنين. وفي هذا الصدد طبعا أؤكد كوني رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب لهذا الدور والدور السابق، رأيت من خلال هذا المنصب الذي كان ثقة من زملائي أعضاء المجلس، وأنا أشكرهم بهذه المناسبة على تجديد ثقتهم بي، بأن العمل دائما ما يكون متواصلا بين مجلس النواب وبين الحكومة الموقرة في مسألة التشريعات. طبعا هناك تشريعات تسن بموجب مشاريع بقوانين، وهناك مشاريع أصلها كان مقترحات بقوانين من خلال مجلس النواب أو من خلال مجلس الشورى الموقر.